في موضوع بالسي اس اي، كلام لافت صدر عن الامين العام لحزب الله السيد نصر الله حول قائد الجيش من يومين والاشاده بالقياده من بعد ما كنا سمعنا سابقا لا عكس ذلك. تذكرتين اللي كان لما حضرتك دائما يطرح السؤال حول اذا كان يعني واحد من المرشحين تسويين سيكون جوزيف عون للرئاسه، ما سيكون موقف حزب الله؟ منهم من يعترف من يعتبر انه حزب الله عنده فيتو على جوزيف عون لكثير اعتبارات ابرزها علاقته بالامريكيين مثل ما هو بيقول، مش انا، حضرتك قلت هذيك المره انه لا فيتو من حزب الله على جوزيف عون، وبدا ذلك ما بعرف انت بدك تقول لي بكلام السيد نصر الله، تفضل. صحيح عم تقولي التاكيد ما في فيتو عليه هلا، بالعكس انا شفت بخضم هالمرحله الصعبه اللي مرقت مكة، يعني كان تعرف الأرض صعبة والأرض قاسية، كان يعني كانت بقيت الروابط يعني الاستقرار أو المسؤوليات تبع الجيش بإطار الأمن بإطار المسؤوليات تبعها. أنا بدي أقول لك شغلة، المرحلة اللي جينا لها نحن هي مرحلة جديدة بدها تروح. نعم واضح. أنا كنت أقول لك وبعدني أقول لك إنه في مرشحين لرئاسة الجمهورية ما في ثالث لأنه سليمان فرنجية وجوزيف عون، يعني رغم إنه بعد كرمال هيك سليمان فرنجية عم بيهاجموا على جوزيف عون أو عم يستخف بشوي ما بعرف ما سمع يعني ما سمعت بهذا الموضوع، بس إنه المعيار خصوصا بهاي الانتخابات الرئاسية أنا برأيي مش داخلي، راح يكون خارجي، يعني العامل الداخلي راح يكون كتير ضعيف. هلا بعد الانتخابات النيابية يلي لازم تشوفي فيها يلي الكتار رح يشوفوا من سيكون كم قدي عدد عديد ستكون الكتلة الموالية لحزب الله نعم. القريب من حزب الله والكتلة القريبة المحسوبة على سوريا بتفصلي بينك تماما. هيدا اللي كنت بدي أسألك عنه لأنه كتبت أنه في مجموعة من الكتل كل وحدة مرجعيتها مختلف واللي قريبة على السعودية واللي نعم. لا بغض النظر حتى ولو انه بدي افترض الكتار عم يجربوا يشوفوا قديش مين اللي بيكون سابق بالشارع المسيحي، بعتقد سمير جعجع سيطرح حزب القوات رح يقول انه هو مرشح لرئاسة الجمهورية، طبعا رح يلقى الدعم السعودي. بالمقابل سليمان فرنجي صار واضح انه هو مرشح حزب الله، ولو انه البعض عم بيقول انه ممكن كمان يحطوا نتيجة اذا انه يكون جبران بيصير هو مرشح للديف، رغم انه كلام رئيس الجمهوريه من يومين بجريده الجمهوريه اللي طلع عنا لزميلنا عماد مرمى القاطع الامل من جبران، صار هو صار واضح انه هو انه قال انه شو بده ومشاكل كثيره وكذا، يعني ما حكي عنه انه هو مرشح، وبعتقد هذا هو الجو المضبوط. ضمن هذا الموضوع انت بدك تروحي على تسويه سياسيه، قلت لك انا بعتقد الجد الاساسي فيهم هو سليمان فرنجي، ما بعتقد في حدا ثاني، يعني جدي بين الثلاثة يلي هلا قلت لك عنه يلي بيطلع بعد الانتخابات بين سمير جعجع وجبران باسيل وسليمان فرنجي. بس لكن انت بدك تروحي على تسويه سياسيه، قال عنا الرئيس الفرنسي تسويه حول الواقع اللبناني. اولا هذه التسويه مضبوط مبادره فرنسيه، اثنين العلاقه الممتازه بين الرئيس الفرنسي وبين الرئيس المصري الممتازه، وفي تعاون كبير بيناتهم جلى بعده مجالات، ربما قد يكون الافضل انه تصير هذه بارض عربيه، يعني تسوي للواقع اللبناني بارض عربيه مش بارض فرنسيه، منطقيه اكثر ولطيفه اكثر ومساعده اكثر. ثلاثه الرئيس المصري هون كمان قادر بخلال علاقاته الخليجيه الممتازه مع السعوديه انه يقدر يشكل هو هذا الغطاء. اربعه حصول هذه التسويه على ارض مصر بيكون ضمانة لعدم اللعب كمان أيضا باتفاق الطائف يلي نحكى عنه كتير أنه بدك تروحي باتجاه الجمهورية الثالثة، وبالتالي مستحيل تقولي أنه تكون بمصر، بالعكس ببداية هذه الطاولة يلي رح تستضيف اللبنانيين رح يكون عندك أولا تابتعوا لنشوف شو اللي ما تطبق باتفاق الطائف، وهون في عندك من هون تطلع هلأ بلشوا يسمعوا لي هلأ تشوفي الزعامات اللي عندك انه ببلشوا يقولوا انه هي بدنا نحكي باللامركزيه، ما كنت تحكي لي فيها بالاول، هذا قرار دولي بالموضوع رح يلي رح يحطوا اللامركزيه، بس باي درجه وعلى اي مستويات هيدي بتخضع للنقاش. اثنين الاستراتيجيه الدفاعيه يلي قال عنها السيد حسن امبارح يلي رح تكون مطروحه هناك، يعني كيفيه تنظيم وضع حزب الله
العسكري والامني لقدام. بس ليش حزب الله بيقبل باللامركزيه الاداريه؟ عفوا بدي اقاطع. الاداريه بعتقد بيقبل فيها، بس يمكن الماليه ما يقبل. ما هي لحظه بس، ما هي شرحها زياد بارود طلع ساعه شرحها انه سمعته بس بالاخر بالسياسه يجوز كل شيء. وبدك تشوفي كيف بدك تعملي بهذا الموضوع. كحل اللامركزيه من اجل حسن سير الدوله الاداريه مجبوره انك تعمليها، بس باي درجه بدك تعمليها؟ هذا هو السؤال يلي ممكن يروح لقدام. ثلاثة، بدك تعملي كمان تعديلات لبعض البنود الدستورية حول الموضوع. صارت معروفة رئيس الحكومة المكلف قديش بضل قادر معه مدة مهلة، هذا ورئيس الجمهورية قديش معه مهلة، هذا الثمرات معروفة. يلي هلأ صحيح هذه الهاصوني حدا انت عندك بلش. سمعتي امبارح الكلام اللي كتير المهم يلي طلع من الأمم المتحدة حول الموضوع اللبناني، حتى الحق حمل المسؤولية للحكومة للسلطة، وحكومة بيسموه السلطة، السلطة السياسية ومصرف لبنان. وبالتالي بلش يبين لك البرنامج يلي بده يجي، هو بده يكون بالرقابة عنده. الإنقاذ الاقتصادي يلي أنا بأمس الحاجة لإله رح يكون عبر صندوق النقد الدولي يلي رح يكون وصاية، عنده وصاية على الوضع في لبنان إلى جانب الاتفاق السياسي يلي رح يعملوه بالقاهرة. فإذا صندوق النقد بيعمل وصاية، ومن وراء صندوق النقد؟ أنا رايح على وصاية دولية أممية يعني أمم متحدة في لبنان. وطبعا هيدي وراها بيكون في سياسة أكيد، وفي عندك برنامج كامل يعني بتحكي عن المطار، عن الجمارك، عن المداخل، مشروع كبير مش مشروع بسيط. نعم. اثنين، مساعدة أوروبية وحضور طبعا الفرنسيين بهالوقت قلت لك يلي بيكونوا عم يعملوه مع المصريين بيكون بالتفاهم مع الفاتيكان ومع الأمريكيين يلي عم ينسقوا معهم بشكل كامل ودقيق حول الموضوع في لبنان، حول الملف التسوي في لبنان يلي رح أو المبادرة الفرنسية. هون الفرنسيين حيرجعوا يعيدوا إنتاج سادر يلي لبنان بحاجة له، بس بعد تجديد له يعني بيعملوا له تجديد أبديت يعني إذا بدك لهذا. وثلاثة، أنت بحاجة للكتلة المالية الأهم، هودي بيعطوك ثقة للوضع اللبناني الدولي إنه نحن صار لبنان تحت الثقة تبعنا. بدك الكتلة المالية أهم يلي بتكون من الخليج، هودي لتروحي تعمليون رئيس الجمهورية اللي جاي يلي رح يجي بعد، ملزم انه يجي بعد فراغ بسيط ليكون طلع الرئيس عون من قصر بعبده ويصير تاثيره ضعيف على 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 اللي يعني هو رئيس جمهورية قادر يعمل وقادر شو قادر يعمل، بس هو قال حيطلع بالموعد المهم اكيد لانه هيدا قرار. قلت لك وانا كنت راهنك بالاول، تتذكري لما كنت تحكيني كنت قلك ساعه ما بيبقى قبل، لانه هيدا قرار دولي ما في يعني، والا العواقب كبيره كثير. بس قصدي ليش في فراغ؟ هو ورئيس جمهوريه، هو ورئيس جمهوريه، رئيس جمهوريه اللي نحن يعني رح نصدق الخبريه انه رئيس جمهوريه ماشي، مش صحيح الكلام هذا. لا انا عم اقول انه ليه بده تاثيره كبير على موضوع رئاسه الجمهوريه. وهو عنده بضل رح يضل حتى لو قال اللي قاله امبارح عن انه بشكل سلبي يعني او بشكل غير متامل كثير بموضوع جبران بيصير الرئاسه، بس عنده بجرب قد ما في يرجع يحسن له بوضعه او يتركه اذا عنده الامل. من اجل التخفيف من العقبات في هذا الموضوع او من اي تعقيدات قد تظهر، انا برايي هلا ممكن يقول لك بعدين يقول له انه ما بدي شيء وماشي الحال وجيبه هذا وبتصير القصه. رئيس جمهوريه اللي بده يجي جديد رح يكون مهمته اولا السهر على هذه الاتفاقات، اثنين تاكيد العلاقه بينه وبين السهر ايضا على العلاقه وعلى البرنامج اللي بده ينحط، ثلاثه بده يكون نزيه كفه نظيف نزيه مع المجموعه اللي بتجي معهم لحتى تقدر تطبق هذه المسائل، أربعة بده أيضا بالوقت ذاته يعيد بناء مؤسسات الدولة إلى جانب هونيك ويعيد الهيبة للدولة، وهون رح يكون في دور أساسي للجيش بالمرحلة المقبلة من أجل استعادة الهيبة. مش موجود، ما في دولة، مش إنه الدولة مدهورة، ما في دولة. وبالتالي هيدي كلها سواء العلاقة بانتخابات رئاسة الجمهورية، هون بتسألي أنا برأيي هون مش بدءا من الجدل اللي رح يطلع بعد الانتخابات النيابية، ايه هون بتسألي من قادر، هو قادر على تلبية هذه الشروط والذهاب لها. نعم. والذهاب.